ترانسفير ماركتنج المعني باحصائيات وترتيب الانديه العالميه، شفتوه مؤخرا الاهلي رقم واحد على مستوى انديه العالم. فلما تبقى دي مكانتك ودي قيمتك في عدد البطولات في القرن الواحد وعشرين، لازم طموحاتك ولازم افكار مسؤوليك تتسق مع هذه القيمه والمكانه. شو يا استاذ ابراهيم، عايز تبقى كبير احلم احلام كبيره. اه هتحلم احلام صغيره هتفضل في الدايره الضيقه الصغيره اللي انت حبس نفسك جواها. انا ما كنتش فاهم ابدا ايه حجم الانزعاج او المعايره ان مين مشي ومين قاعد ومين هيمشي. لا الاهلي بيفكر، هو كان الاهلي انزعج لما اتفسخ عقود الرعايه بتاعته؟ بالعكس. لا. ليه ما انزعجش؟ لان قوته فيه، عارف قوته مش فيه، محدش جامله بعقد يوم يقول يا نهار ابيض هعمل العقد ده تاني ازاي؟ لا هجيب احسن منه، وجبت احسن منه. ايوه واخد بالك؟ لا لان قيمتك انت فيك انت، بمقاومتك انت، صانعها انت، انت أوه. انت مش حد بيجاملك بحاجه تتخض، محدش بيديك سمكه، انت معاك الشبكه. حلو، انت بتصطاد السمك اللي انت عايزه. هتقول لي بقى جاملتني وجبت لي سمكه، شكرا اهو اتفضل سمكتك. واخد بالك؟ رميتها طعم. فاحنا عشان كده النادي الاهلي يعني اللي فاكر انه بيعطله ده بيحفزه انه يستعجل في المشاريع الكبيره. يعني انت كل شويه النادي الاهلي فجاه يعني بالمجموع بالحزمه الاقتصاديه كان من كام شهر وتنفذت. وايه انت بتتكلم في الوحده الاقتصاديه دي كانت عباره عن استنباط جديد لاستغلال قيمه العلامه التجاريه واضافه روافد جديدة اسوار النادي الاهلي. بالظبط. طب امشي كده جنب سور النادي الاهلي في الجزيره هتلاقي الاعلانات وهتلاقي الحاجات دي. هي النهارده ممكن تبقى اعلانات لحاجه ثانيه بكره، الناس هتتنبه على ان الله ايه ده الجمال ده، ايه القوه دي، متشافة جدا. والعربيات رايحه جايه ومش رايحه بالسرعه القصوى على مهلها، الناس تبص وكله بيبص عليها وتقرا، كله بيبص عليها ورساله توصل. لما كل الاربع نوادي بتوعك اهو، لا ده لسه، لا ده الصوره دي عايزه تتحدث يا جماعه. عايزين نشوفها بالاعلانات اللي عليها دلوقتي. ايوه عايزه تتحدث، هنجيبها لكم بعد كده. يعني انت بتعمل الوحده الاقتصاديه استغلال للعلامه التجاريه، العلامه اسمك وشعارك ازاي تسوقهم وتاخد منهم 60 مليون فانت جنيه. بتضيف كل يوم والتاني للباكج للباقه بتاعه التسويق بتاعتك حاجه جديده ليها ثمن وليها مقابل. الشركات دي بقى هتعمل فيك ايه؟ دي هتبقى شركات مساهمه للاهلي نصيب الاسد، اعتقد حاجه و55% اظن في كل شركه، يعني هو له الابر هاند او اليد العليا، والباقي يطرح في شكل اسهم. هنا بقى لشركة كرة القدم. أظن كله هيبقى في هذا النسق، مش هيبقى إنما خلينا في كرة القدم. ده معناه إيه؟ كل الناس اللي بتحبني وكانت بتساعدني من باب المجاملة، لا خش عليا واشتري أسهمي، خلي السهم اللي يساوي جنيه يساوي 2 جنيه يساوي 10 جنيه، فتبتدي تبقى أنت قوة 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 مالية واقتصادية واقفة على رجليها. محدش يديني حاجة، خش استثمر معايا، خش استثمر معايا، يبقى انا النهارده مصيري في ايدي. من يملك رغيفه يملك مستقبله.